حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7 وبداية أسبوع جديد ومع تنطلق جولتنا عبر الإمارات 7 من برنامج 7 على 7. مساكم الله بالخير مشاهدينا من قناة الفجيرة من مطلع الشمس وما كنتوا سوى، راح نتابع مواضيع وأخبار مختلفة من دولتنا العزيزة، وراح نبدأ من الخبر الأبرز اليوم واللي بيهم فئات كثيرة، حيث دخل النظام الضريبي الجديد في الدولة اليوم حيز التنفيذ مع استبعاد خبراء ومحللين أن يؤثر على الخريطة طبعا الاستثمارية والاقتصادية بوصفها وجهة عالمية وإقليمية مفضلة للاستثمار. وأكدوا أن تطبيق هذا النظام يعزز نضج الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة. ومن المعروف مشاهدينا أن الضريبتين الجديدتين اللتين سيتم طبعا تطبيقهما مفروضتان على الاستهلاك وليس على الأرباح أو الدخل، إذ يبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع ضارة بالصحة مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية اعتبارا من هذا اليوم. تتبعها ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مطلع 2018، وضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في الإمارات بنسبة 5% وتعادل أكثر انخفاضا بين جميع دول العالم، إذ تطبق أكثر من 180 دولة في العالم بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 29 دولة إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ضرائب بنسبة تتراوح ما بين 27% وأيضا 10%. ويؤكد اقتصاديون أن سكان الدولة يتمتعون بخدمات عامة استثنائية مثل الرعاية الصحية والطرق والتعليم والحدائق والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، فيما تدفع الحكومة تكلفة هذه الخدمات بالكامل، مشيرين إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يسهم في تنوع مصادر إيرادات الدولة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عال من الجودة والفعالية. مشاهدينا مثل ما شفنا وياكم هذا الفيديو التوضيحي لطبعا تفاصيل الضريبة، ومثل ما شفنا وياكم أن طبعا هذه الضريبة لن تؤثر على الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. مواضيعنا اليوم متنوعة مشاهدينا وفيها من الفقرات طبعا الكثيرة، وبداية مع الأخبار مع الزميلة ليالي، وسنكون في 360 درجة مع حملة بلدية الفجيرة على محلات التبغ، كما سنتحدث عن مبادرة ولا يهمك وصلناك التي أطلقتها إدارة الجنسية في أبوظبي، ومع فقرتنا الجميلة زايد الخير والمرأة الإماراتية، ولنا وقفة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتنظيمها لمنتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي، وشخصية جديدة من شخصية عظماء من التاريخ. وسنكون في طبعا فقرة عن قرب مع برنامج إماراتي بيتي، وأكيد فقرات مواضيع ومتنوعة وكثيرة وممتعة إن شاء الله تفيد المجتمع بشكل عام. أما الآن سننتقل إلى الفقرة الأولى ومع الأخبار المنوعة. نمسي بالخير والنور والسرور على زميلتنا ليالي، حياك الله. مساء النور لك علي، الله يحييك. وبدنا نوجه ايضا تحيه لزميلتنا سهام، ونقول لها ان شاء الله ما بتشوف شر، وان شاء الله بكره بترجع ابتسامتها بتزين استوديو باذن الله تعالى. سلامتها. امين يا رب، الله يحفظك. نبدا معك الاخبار. بالتاكيد، شكرا لك. حياك الله.
من تلفزيون الفجيرة أحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعونا، وأهلا بكم إلى هذه الجولة المسائية والمفصلة على أبرز الأخبار المنوعة لليوم الأحد الموافق 1 تشرين الأول أكتوبر 2017. أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في كلمة سموه الافتتاحية لتقرير مئوية الإمارات 2071، أكد أن الإنجاز الأكبر والأعظم الذي نفخر به هو بناء إنسان الإمارات وأعداده وتأهيله ليساهم في بناء وطنه والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في المناسبة ذاتها: لدينا خطط حتى العام 2021، ومع مئوية الإمارات ستكون لدينا رؤية للأجيال تمتد لخمسة عقود وتشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المناسبة: بعون من الله ننظر تفاؤل وثقة إلى مئوية الإمارات 2071، وأملنا كبير بهمة وعزيمة أبناء الوطن. وتهدف مئوية الإمارات 2071 إلى تجهيز جيل يحمل راية المستقبل يتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، وذلك لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن مجال علوم وأبحاث الفضاء يمثل مسارا هاما من مسارات مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مئويتها في 2071. جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق إنجاز نوعي جديد تمثل في فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة 71 للمؤتمر الدولي للفضاء، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم للمرة الأولى على مستوى المنطقة ومنذ انطلاقه عام 1950. وقال سموه أن النهج التطويري الطموح لدولة الإمارات يأتي ثماره يوما تلو الآخر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن هذا النهج تجسده أهداف مئوية الإمارات 2071 والتي تصب في اتجاه الوصول بدولة الإمارات إلى صدارة دول العالم المتقدمة في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية وغيرها من المسارات التنموية. قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قدم واجب العزاء لأسرة الصباح الكرام، وذلك خلال زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة يوم أمس السبت. وكان قد رافق سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي. وكان في استقبال سموه في مطار الكويت الدولي معالي محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدم واجب العزاء في الشهيد خالد محمد جديد الشحي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أسرة الشهيد وذويه وتبادل الأحاديث معهم، واصفا سموه شهداءنا الأبرار بأنهم رموز الفخر، رفعوا هامتنا عاليا بما تحلوا به من مروءة وشجاعة نادرة، وزادتنا مواقفهم فخرا وعزة بما جسدوه من معان عظيمة في التضحية والفداء والعزيمة على المضي بثبات نحو زرع الخير ونصرة الأشقاء. كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في الشهيد خالد محمد جديد الشحي، وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد قدما أيضا واجب العزاء في شهيد الوطن الطيار خالد محمد جديد الشحي. نتابع جولتنا الإخبارية مشاهدينا، حيث قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، قال إن المعلم لن يتغير دوره كقدوة للأجيال مهما قدمت التكنولوجيا والعلوم من وسائل وتقنيات لتسهيل العملية التعليمية، مؤكدا أن الجيل الجديد سيبقى في حاجة إلى نموذج إنساني يغرس فيه القيم والأخلاق ويحفزه على الإبداع والمساهمة للارتقاء بمجتمعه ووطنه. جاء ذلك في تصريح لسموه استعدادا لإقامة منتدى المعلمين قدوة الذي سيعقد تحت شعار التعليم من أجل المستقبل يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري في قصر الإمارات في أبوظبي. على صعيد آخر، أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت وثيقة مئوية الإمارات 2071 التي سيكون العمل على تنفيذها على مراحل متعاقبة، وسيتم توجيه العمل في هذه المراحل من خلال مبادئ توجيهية جوهرية واسترشادية في عالم يتسم بسرعة التغيير، كما ستتم المحافظة على القيم والهوية والثقافة الإماراتية كأهم أهم الثوابت التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية في الدولة، وسيكون تمكين جيل الشباب والطاقات البشرية الوطنية عماد تحقيق مئوية الإمارات 2071. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الدولة في تنويع مصادر دخلها وقطاعاتها الاقتصادية لضمان تحقيق السعادة كغاية أسمى للتنمية الشاملة والمتوازنة والرخاء للأجيال المقبلة. ومئوية الإمارات 2071 ستكون وثيقة حية يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب متغيرات المستقبل ونتائج الإنجاز. فيما يتعلق بموضوع الضريبة على القيمة أو على السلع الانتقالية بدأت اليوم تطبيق أولى الضرائب في الدولة باسم ضريبة السلع الانتقائية، المتوقع أن تحقق إيرادات مقدرة من وزارة المالية بنحو 1,900,000,000 درهم سنويا أو دولار سنويا. وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب فرض الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر 2017 بنسبة 100% لتتضاعف معها أسعار كافة منتجات التبغ والسجائر وكافة المنتجات من مشروبات الطاقة، إلى جانب فرض نسبة 50% على المشروبات الغازية في إطار قرار خليجي طبقته أو ستطبقه دول المجلس تباعا وفقا للظروف التشريعية والقانونية في كل منها. في موضوع مختلف، اختارت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للإنتربول في ختام اجتماعاتها في بكين، اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماع القادم للجمعية والذي سيعقد عام 2018 في دبي. وتسلم العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماع الجمعية العامة للإنتربول
1985 التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة على منظمة الانتربول كممثل للدولة المستضيفة. وتعد الجمعية العامة للانتربول أعلى هيئات الانتربول الإدارية، وتجتمع سنويا لاتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة العامة والموارد وأساليب العمل والأنشطة والبرامج وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة. في الفجيرة خصص مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الفجيرة قاعة لإسعاد موظفي المركز البالغ عددهم 31 وتخليصهم من الضغوط والتوتر. وتنقسم قاعة السعادة إلى مجموعة أقسام أبرزها التأمل، المساج، التسامح، ركن القراءة، الرياضة، إضافة إلى تخصيص مسرح للمحاضرات وركن للكافيه. وأشارت مديرة المركز عائشة النجار إلى أن الهدف من إنشاء قاعة السعادة هو تحرير الموظفين من ضغوط العمل والشحنات السلبية ليصبحوا أكثر إيجابية وتفاؤلا، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم لتوفير أفضل الخدمات لطلاب المركز. في سياق منفصل، انطلقت يوم أمس السبت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل عالج في القرى السودانية بمبادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار كلنا أمنا فاطمة، بإشراف نخبة من الطبيبات الإماراتيات والسودانيات الشابات، بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استضافت اللجنة العليا لملتقى عيال زايد بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس حلقة شبابية تحت عنوان حصانة الفكر لطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تجسيدا للعلاقات الراسخة والمتجذرة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وركزت الحلقة الشبابية على دور الشباب الإماراتي والسعودي المبتعث في نقل صورة مشرفة تليق بسمعة أوطانهم وفي تحصين أنفسهم من الأفكار الضالة، داعية إلى توحيد الجهود بين الشباب الإماراتي والسعودي لنشر السمعة الطيبة والتصدي للتطرف الذي يضر بسمعة الأوطان. أخيرا، رفع فرسان الإمارات علم الدولة عاليا في مشاركتهم الأولى في نهائي بطولة لونجين في قفز الحواجز لكأس الأمم التابع للاتحاد الدولي للفروسية في مدينة برشلونة الإسبانية، وسجلوا فوزا تاريخيا بالمركز الأول في إحدى أبرز مسابقات الفروسية. ونشرت الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تهنئة للفريق ولدولة الإمارات التي تحتفي بالإنجاز التاريخي لفريقها. وتنافس فريق الفرسان الإماراتي مع باقي الفرق بعد نيلهم المركز الثالث في يوليو الماضي في المباراة في لوكسمبورغ كأس الاتحاد الدولي لقفز الحواجز 2017 دوري أوروبا الدرجة الثانية. ومع هذا الخبر من برشلونة الإسبانية أصل وإياكم إلى ختام هذه القراءة على أخبارنا المنوعة. إذن علي، نقول ألف مبروك للفريق الإماراتي الذي بالفعل يرفع اسم الدولة عاما بعد عام في كل المحافل الحافل الدولية. أكيد، وأيضا فعلا مثل ما ذكرت هناك اهتمام كبير بالمجال الرياضي من قبل القيادة الرشيدة، والحمد لله رب العالمين. يعني المنتخب الإماراتي دائما مشرف الدولة في سواء على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الخارجي، تحديدا رياضة الفروسية فهي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة. وكانت كما ذكرت سمو الأميرة هيا بنت الحسين قد هنأت هذا الفريق على هذا الإنجاز الرائع، فقد تبوأ المركز الأول هذا العام. صحيح، يستاهلون فعلا الإمارات ما شاء الله في مجال الخيول. اليوم دبي تحتضن أكبر بطولة عالمية في مجال الخيول. صحيح، فيستاهلون هذا الفوز، مو بشيء غريب عليهم. يعطيك العافية. بالتأكيد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.
المشاهدين نحن مستمرين معكم في برنامجنا، ولكن نطلع لهذا الفاصل بعدها راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، مستمرين معكم في برنامجكم 7 على 7، والحين وصلنا وياكم إلى ثاني فقرة عندنا في برنامجنا، وإلى فقرة 360 درجة. مشاهدينا، صادرت بلدية الفجيرة 1280 علبة سجائر مخزنة بغرض الاحتكار إثر حملتها الميدانية في على محال التبغ، ونفذت الجولات التفتيشية قبل تطبيق قانون الضريبة الانتقائية الجديد في أكتوبر الجاري، والذي يشمل السجائر والمشروبات الغازية. وللتعرف أكثر على التفاصيل معنا في الاستوديو الأستاذ سيد جمال عبد الناصر، مستشار قانوني بقسم الخدمات القانونية ببلدية الفجيرة. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ سيد، سعيدين جدا بوجودك معنا. الله يحفظك. بداية نود الحديث معك حول هذه الحملة التفتيشية التي فاجأت أصحاب المحال اللي كانوا يعني مخزنين بعض البضائع اللي مطبق عليها طبعا الضريبة الانتقائية الجديدة. كيف تمت هذه الجولة وكيف جاتكم الفكرة أنكم تقومون فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية جت الفكرة من بعض الشكاوي اللي جت لنا من الأفراد وأصحاب المنشآت اللي بتحتاج التبغ. نعم. إنهم مش لاقيين لا دخان في السوق ولا تبغ، يعني لا سجائر ولا تبغ. نعم. فالناس تشتكي وإحنا مش يعني عايزين ننزل نشوف إيه الموضوع، فنزلنا بالفعل لقينا إن أصحاب المحال والمنشآت فعلا ما بيبيعوش أكتر من عدد معين، حاطين ليميت بيبيعوا على هدول بس. فوجهنا سعادة المدير، مدير محمد سيف، قالنا لازم تشوفوا المشكلة دي إيه سببها وإيه آليات الحل بتاعتها. نعم. فعملنا استراتيجية سريعة كان عنوانها تقويم أصحاب المحلات لا مخالفته، يعني ما كانش هدفنا إن إحنا نخالفه. وبالفعل إحنا نزلنا حوالي 97 مكان ما عملناش ولا مخالفة واحدة لل 97 مكان. فقط اكتفينا بالمصادرة. اكتفينا. نعم. بالمصادرة بس بتوجيهات سعادة المدير يعني. نعم. اللي عملنا كمان عشان نضبط بها. جميل، هذا اللي أسألك عنه، إن كيف شفتوا إن عندهم مخزون؟ بالضبط، نبعت فرد مننا ككاستمر عادي يطلب السلعة اللي هم مخزنة، طبعا ضربة انتقائية جاية على التبغ والسجائر والمشروبات الغازية. نعم. والروحية وهكذا، فيطلب السلعة يقول له مش موجودة أو يقول له موجود بكمية معينة. فهنا طبعا قانون خمسة، بقانون 5 حماية المنافسة، وقانون 24 سنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته اللي في 2011، واللائحة التنفيذية اللي هي رقم 12 سنة 2007، كلهم بيحرموا الصورة دي. وجت اللائحة التنفيذية بتاعت قانون حماية المستهلك بتحدد ايه هو الاحتكار، وقالت الاحتكار هو المنع، منع بيع السلع او ربط سلعة بسلعة. يعني ان انا امنع بيع السلعة او اربط سلعة ان انت تشتري السلعة دي مع السلعة دي. نعم. فالاثنين دولي هي دي صورة الاحتكار. تمام. جميل. فقدرنا نثبت الكلام ده من خلال المفتشين بتوعنا اللي هم يدخلوا المحل فعلا ويطلبوا السلعه، فمن خلال طلبهم السلعه بلال البائع يمنع منه السلعه. نعم. او يحدد له الكميه. برضو دي صوره من صور الاحتكار اللي القانون عمله. فقدرنا نثبت الكلام ده وصدرنا الكميات المخزنه كامله. لان المخالفه بتاعه الاحتكار من 100,000 درهم لمليون درهم. نعم. فما بغيتوا انكم تبدون من البدايه. بالزبط. يعني بالثقيل. بالزبط. هذا مجرد انذار لاصحاب المحال انهم ينتبهون ويبتعدون عن هذه الافعال، طبعا منها الاحتكار وطبعا فيها ظلم للمستهلك بهذه الطريقه. تمام. جميل. شو انواع المضبوطات اللي طبعا قمتوا بمصادرتها، والكميات تقدر باي قيمه؟ خلينا نذكر حضرتك، احنا اول ما نزلنا اول رقم اللي حضرتك قلت له 1280. لكن احنا وصلنا في غضون 5 ايام ل 113,430. 413,430. 430 بوكس، بالاضافه لطن كامل من التبغ، بالاضافه لبعض الانواع المحظوره من البان وغيره اللي هي مخدر. ده كله قبلنا في الحمله بتاعتنا، وقدرنا يعني نحقق الهدف اللي احنا عايزينه من الجوله كلها، وهو تحقيق سوق المنافسه الكامله. جميل. لان السوق لما بيكون فيه احتكار بيتحول من سوق المنافسه الكامله لسوق الاحتكار، لان السوق ثلاث انواع: سوق منافسه كامله. نعم. سوق منافسه محدوده، سوق احتكار.
سوق المنافسة الكاملة هو ده الهدف بتاعنا، ان كل الامور تبقى ماشية. خلينا نعرفها بطريقة افضل استاذ سيد للمشاهد. عندنا سوق المنافسة وايضا الاحتكار، يعني هذه المصطلحات خلينا نفصلها شوي للمشاهد عشان يستوعبها. تمام. سوق المنافسة الكاملة اللي هو ضد سوق الاحتكار. نعم. ايه هو سوق المنافسة الكاملة؟ سوق المنافسة الكاملة ان انا اجي اطلب السلعة الاقي السلعة موجودة، طالما هي موجوده يبيعها لي. يعني مثال، يعني انت رايح تشتري تابلت من شهرين او من 3 شهور، هل البائع كان هيقول لك لا مش هتاخد تابلت؟ لا طبعا ما كانش يقول كده، لان ما كانش في كلام عن قرار الضريبه الانتقائيه. صح. ما كانش في كلام عنها خالص ولا كده. كنت ممكن تدخل تقول انا عايز نوع سجاير معين يعطي حضرتك كل الكميه اللي انت عايزها، بل هو هيسعد بكده لان هيحقق تارجت. صح. من البيع. لكن اللي حصل العكس، ان عشان في ظروف معينه وهي قانون الضريبه الانتقائيه اللي الدوله فرضها، بدا التاجر او البائع يعين او يحفظ او يخزن او يمنع، ودي صور الاحتكار كامله، انه يعرض السلعه. نعم. او يعرضها بكميات محدده، وده اللي واجهنا بالظبط. نعم. فده بينطبق على القانون، وده بقى ضد المنافسه الكامله. صحيح. طبعا النوع الثاني هو المنافسه المحدوده، ودي ان الدوله بتتدخل بشويه في السوق، وبيسموها في حاله الدوله الحارسه، ودي برضه سوق غير مرغوب فيه. نعم. وسوق الاحتكار طبعا هو أسوأ انواع الاسواق اللي الدوله بتغيب عنه تماما. وده في واحد اسمه جونار مردال واخد كيس نوبل قريب جدا بيتكلم عن السوق ده بالذات في كتابه اسمه ذا سوفت ستيتس او الدوله الرخوه. نعم. ان الدوله وصلت محاديا هي دي الدوله الفاشله. صحيح. جميل. ذكرت ان هناك 113 و430 تقريبا يعني علبة سجائر متنوعة بماركات متنوعة. كم تقدر، هل تم تقدير كم سعر هذه المضبوطات؟ لجان القرد لسه ما قدرت. جميل. خلنا نتكلم ما هي الأهداف وما هي الرسائل التي تريدون إيصالها لأصحاب المحال والتجار، بما أننا أيضا نحن مقبلين على السنة الجديدة وأيضا هناك ضريبة المضافة. فما هي الرسائل التي والأهداف التي توجهون أو تريدون إيصالها للمستهلك أو عفوا لأصحاب المحل؟ الحملة بتاعتنا بتوكيل سعادة المدير كان لها هدفين. الهدف الأولاني هو عدم مخالفة أصحاب المحل ولكن تقومه. جميل. ده الهدف الأساسي بتاعنا. الهدف الثاني إن احنا نصل بالسوق لمنع الاحتكار أو نصل بسوق المنافسة الكاملة، وده موجود، ده موجود في الدولة وموجود في إمارة الفجيرة بكثرة، لكن للظروف اللي حصلت دي هي دي السبب اللي خلت السوق يخل شوية. والسوق ده موجود، يعني مثلا في أوروبا مثلا أنت ممكن تدخل تلاقي سلعة عليها سعرين، دي بنشاهدها كل يوم. مثلا سعر السلعة عليها سعر، واللي تحتها نفس السلعة عليها سعر تاني، دي نزلت بعد الضريبة مثلا. فتجي تسأل مثلا البائع تقول له ده، يقول لك دي نزلت قبل الضريبة ونزلت بعد الضريبة. فإحنا عايزين نخلي السوق بالشكل ده كده، إن السلعة تكون متوفرة باستمرار حتى لو الضرائب نزلت او ما نزلتش. انت الشركه الام بتنتج ليه انت؟ صحيح. تخزن او تمنع بيع السلعه او تحتكر السلعه. نعم. ده اللي احنا حاولنا نوصله وفعلا حققنا فيه كتير جدا، وجالنا رسائل كتير جدا من المقيمين والمواطنين بان فعلا الرساله وصلت، واصبحنا ندخل المحلات نطلب اي سلعه نلاقيها. دي قدرنا ان شاء الله نحقق الحاجه دي الحمد لله رب العالمين. جميل. ما شاء الله دوركم انتم في بلديه الفجيره قمتوا بحمله تفتيشيه وايجابيه واتت ثمارها. خلينا نتكلم عن دور قسم حمايه المستهلك، يعني نحن متعارف علينا ان هذا دور ايضا يقع دور كبير على حمايه المستهلك من خلال ارتفاع الاسعار، وايضا يعني كيف سيكون تقسيم الادوار ما بين البلديه وايضا حمايه المستهلك في هذا الامر من خلال ارتفاع الاسعار وايضا الاحتكار. تمام. قسم حمايه المستهلك وباقي الاقسام اللي في البلديه كلنا بنتعاون حول هدف واحد بس، وهو ان المستهلك يلاقي السلعه بتاعته كامله بدون نقص. نعم. وما يلاقيش صعوبه في الحصول عليها وبسعر مناسب بالسعر المفروض بتاعه، المفروض يعني اللي هو السعر المستهلك او المفروض من قبل الدوله. احنا كحمايه المستهلك مثلا عندنا بنحاول نراقب على الاسعار. احنا بنضع اسعار مثلا معينه للسلع، مثلا شيشات او محلات التبغ او بندولهم قائمه بالاسعار. القائمه دي احنا بنفرضها وبننزل تاني نراقب هل اتطبقت فعلا ولا ما اتطبقتش. نعم. تمام. وعلى ذلك مثلا وعلى غرض ذلك في المطاعم في غيرها كل السوبر ماركت كل الكلام ده احنا بنشوف. نعم. الاسعار بتاعته. نعم.
جميل. يعني استاذ سيد ايضا انت قمت بدور جميل، ولكن اغلب الجمهور او العملاء او خلينا نقول العوام ما يعرف شو حقه وشو اللي له شو اللي عليه. يعني ممكن يروح ايضا لبعض المحال التجاريه ويشوف انه مثلا في مبالغه في السعر، او خلينا نقول موضوع الاحتكار هذا اللي صار، يمكن 80% او 70% او يمكن الاغلبيه بصراحه ما يعرفون شو الاجراء اللي لازم يتبعونه. شو هو دوركم انتم كبلدية في تثقيف المجتمع تجاه هذا الأمر؟ إحنا كبلدية عندنا منابر كتيرة جدا إعلامية بنبس من خلالها جميع الداتا اللي إحنا عايزين نوصلها للجمهور، بالإضافة إن المكاتب بتاعت البلدية كلها من أصغر موظف لأكبر موظف مفتوحة طول الوقت، ما فيش أبدا أي مكتب بتقفل، بالإضافة لأرقامنا أرقام فزعة، مكتب المتابعة والتفتيش باستمرار بيمر، اي اداره البلديه نفسها مفتوحه 24 ساعه، اي حد ممكن يوصل لمدير البلديه. يعني مدير البلديه مش بعيد عن حد، اي حد ممكن يوصل للشؤون القانونيه، اي حد ممكن يوصل لفزعه المتابعه والتفتيش، اي حد. بالاضافه لحساباتنا على فيسبوك على تويتر على انستغرام، بننزل دايما دورات تثقيفيه للناس، بنقول في ايه حقوقك، ايه اللي لك، ايه اللي عليك، وبنتلقى اتصالات كتيره جدا، وبنحاول نرد على قدر الاستطاعه، وعايزين نوصل بالمواطن ان هو يعرف حقوقه وايه اللي له وايه اللي عليه. وهدفنا من الحمله دي كلها اصلا ان احنا نحمي التاجر اكتر واحد كنا نازلين له، التاجر مش المستهلك، لان التاجر عقوبته شديده جدا اللي هي 100,000 جنيه دي كبيره جدا. فكان يعني هدفنا ان احنا نحميه هو اصلا من الضرر اللي هو بيوقع نفسه فيه، وهو احتكار السلع. يعني الحين المخالفات تبدا من 100,000 وطالع. قانون الاتحاد 24 سنه 2006 بشان حمايه المستهلك بيحط اول غرامه 100,000 هذه يعني لمليون درهم. لمليون درهم يعني المفروض ان التجار ينتبهون على اعمارهم، يعني حمايه لهم دي، الحمايه لهم فعلا. غلطه صغيره راحت تروح بالزبط عليهم الربح كله اللي كانوا يجنونه في بالزبط سنه. بالضبط فعلا. جزاكم الله خير، وانتم بصراحه دوركم كان جميل، وخاصه ان اللي عجبني في بدايه الامر يعني انكم ما قمتوا بالمخالفات فقط، حمله يعني تثقيفيه هي وايضا تاديبيه بشكل بسيط يعني. وخفيف جدا وطفيف. ما هي الجهات المتعاونه معكم في الحملات التفتيشيه اللي تقومون فيها؟ والله كانت اداره الشؤون القانونيه صاحبه المبادره وصاحبه الفكره. نعم. طبعا خالد عبد الله خلف اللي هو مدير الاداره يتعاون معنا، طبعا مكتب المتابعه والتفتيش خالد عبد الله حنطو برضه، وكل الناس اللي فيه كلهم، واداره الخدمات العامه والبيئه وقسم الصحه، قسم كتير جدا في يعني خلف الكواليس ناس كتير جدا تعاونت معنا، يعني حتى السوام بتاعه البلديه تعاونت معنا ناس كتير جدا، يعني قسم الشؤون القانونيه كامل، محمد نبيل، محمد مسعود، شباب كتير جدا نزلت واشتغلت. نعم. وقسم المتابعه والتفتيش ناس كتير نزلت، وكل حاجه كنا بنرفعها اول باول لساعات المدير، وساعات المدير كان له توجيهات ان احنا ما نقلمش الناس، لا نخلينا بوسطاء مع الناس، نوجه الناس، نعرف الناس خير. مش عايزين نقلم الناس، دي كانت الرساله دايما اللي كان يوجهها لنا، واحنا كنا محافظين على كده. لذلك احنا دخلنا كل القلق ده، كل الهاله الاعلاميه دي، وما عملناش ولا مخالفه لحد، ولا مخالفه بتوجيهات ساعات المدير، طبعا ما عملناش ولا مخالفه لحد. نعم. بس قدرنا نوصل رساله للمستهلك وللمنتج حتى او التاجر ان انت ما تخزنش السلع، لان كده كده دي مش صح، يعني ده سلوك سلبي يعني. صحيح. الله يجزيكم خير. طيب هذه الحملات يعني هل ستستمر في الايام القادمه بين فتره وفتره، وخاصه مع بدايه السنه هناك يعني القيمه المضافه ايضا، هل ستستمر ولا ستقتصر فقط أكيد. يعني حتى على 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 ايضا الاشياء الاخرى اللي راح تضاف في السنه الجديده، ولا على السجائر والمشروبات الغازيه وهذه فقط؟ لا، هي الحملات دي لازم تستمر. نعم. عشان قانون الضريبه الانتقائيه جديد اساسا في الدوله، فاستمرارها مهم جدا، نشوف ايه اللي حصل بعد الحملات دي من خلال تطبيق السعر الجديد للسلع. ده اول حاجه. ثاني حاجه هنلاقي على طول جايين لنا قانون القيمه المضافه اللي هو 5%، ده برضو ناس كتير مش فاهمه الياته، ناس كتير بتفرض 12% زي فرنسا مثلا، احنا نعم هي الموجود هنا 5%، في اكثر من 27%، وفي نعم. يعني اكثر من 150 دوله بتطبق قانون القيمه المضافه، فاحنا محتاجين نشوف هل القانون هيتطبق صح. يعني الحملات دي مستمره تماما، وفي اكثر من كذا فكره احنا شغالين عليها، وبدانا بحملات التبغ والسجائر، وان شاء الله مش هتتوقف ان شاء الله. ان شاء الله، الله يوفقكم. وهذه ايضا رساله نحن نبثها من خلال برنامجنا، ان كل تاجر وكل صاحب مشروع من الافضل انه يكون واضح مع الجهات المعنيه، ويكون يبرز كل ما لديه، بحيث انه راح تكون غرامه عليه ايضا اذا اخفى شيء او حاول انه مثلا يتهرب من دفع الضريبه. كلمه اخيره حاب انك توجهها في خلال هذا اللقاء الى اصحاب المحال والتجار وايضا المستهلك.
والله الكلمة الأخيرة بوجهها للتجار، إن أنت احمي نفسك من قانون حماية المستهلك ومن الغرامات اللي ممكن تقع عليك على إثر مخالفتك لقانون حماية المستهلك. وكذلك بقول للمستهلك والله البلدية مفتوحة باستمرار ومكاتبنا مفتوحة باستمرار، لا تتوانى عن مطالبة بحقك، وثق نفسك كويس، احتفظ احتفظ بالفاتورة كويس، تعالى اطلب حقك لو أنت حاسس أنت لك حق. والتاجر نفس الطريقه برضه، ما تحاولش ان انت تتعدى على القانون، لان اللي بيتعدى على القانون بينال العقاب. صح. الاستاذ سيد جمال عبد الناصر، المستشار القانوني بقسم الخدمات القانونيه في بلديه الفجيره، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. مشاهدينا الاعزاء، فاصل ان شاء الله وبعدها راجعين، خلكم معنا. مشاهدينا، أطلقت الإدارة العامة للجنسية ممثلة في إدارة الجنسية بأبو ظبي مبادرة جديدة بشعار ولا يهمك وصلناك. وللتحدث عن تفاصيل المبادرة معنا على الهاتف الرائد حمد عبيد الهنداسي، رئيس قسم جوازات السفر في إدارة الجنسية في أبو ظبي. أهلا وسهلا فيك معنا. حياكم الله يا أخوي ومرحبا بكم. حياك الله، سعيدين جدا بانضمامك معنا في برنامجنا. بداية، يعني الاسم ملفت وجميل، فكرة ويعني ولا يهمك وصلناك، نبغي نعرف المشاهدين بسبب تسمية هذه الحملة بهذا الاسم. مساكم الله بالخير اخواني. في بداية، نحن من تطلعاتنا لتنفيذ سياسة الحكومة الرشيدة في التوجه إلى خدمات التطبيقات الذكية، والتوجه إلى التطبيقات الذكية بنسبة 80-20. نعم. اللي هي عبارة عن أنك تستفيد من التطبيقات الذكية بنسبة 80% من الخدمات و 20% تتجه فيها إلى مراكز تقديم الخدمة. في هذا العام اللي هو عام 2017، عام الخير، حبينا نتوجه نحن للمواطنين، الأخوة المواطنين، نحن اللي راح نوصل لهم في مراكز التسوق،
نوصلهم في الجمعيات، نوصلهم في في أي مكان يكون في تجمهر. نعم. في جمهور نحن نوصلهم ونشرح لهم فكرة تطبيق تجديد جواز السفر للمواطنين من خلال تطبيقات الذكية لوزارة الداخلية. جميل جميل. فلأن الحين نحن اشتغلنا في التطبيقات الذكية صار لنا 5 سنوات، وفعلا الحين يعني مثل ما تعرف ممكن ملكيات السيارات عن طريق التطبيقات الذكية ودفع المخالفات وما شابه. نعم. من ضمنها عندنا نحن تجديد جواز السفر. نعم. يتم عن طريق هذه الخدمات. رائع. يعني هناك خدمات كثيرة تقدمونها من خلال هذه طبعا الفكرة والمبادرة، مثل ما ذكرت يعني جوازات السفر، ملكيات السيارة، وأيضا هل هناك خدمات أخرى؟ بالنسبة لنا نحن في لا يهمك وصلنا لك، نحن هدفنا الرئيسي هو نشر الثقافة. نعم. نشر الثقافة للخدمات وتطبيقات الذكية الموجودة في وزارة الداخلية اللي عن طريق الموقع MOI. نعم. هذا الموقع يتم تنزيله عن طريق الأبل ستور، موجود في جميع الهواتف أو أي شيء إلكتروني موجود في هذا التطبيق. نعم. هذا التطبيق سهل جدا، يعني سهل للغاية، ولكن نحن لاحظنا أن المواطنين لا زالوا يترددون على مراكز تقديم الخدمة بشكل كبير، بالرغم من أن هذا الموقع يسهل عليهم الأمور بشكل أكبر. يعني بدل ما أنت تخسر وقت وجهد وتتجه إلى مركز تقديم الخدمة، تقدر تخلص هذا الموضوع خلال 5 دقائق وانت قاعد في بيتك. صح. في بيتك، ما في داعي للذهاب لأي مكان. نعم. نفس ما لما تقدم على شراء أي شيء، تشتري أي شيء من عن طريق المواقع الإلكترونية، نفس الطريقة سهلة جدا لما تجدد جواز السفر. نعم. جميل. فنحن جدا اتجهنا الحمد لله، اتجهنا إلى مراكز التسوق، واتجهنا إلى المعارض، معارض الكتاب وأي معرض، واتجهنا إلى حتى أدنوك وكليات التقنية علشان نوعي وننشر الثقافة هاي. والحمد لله، الحمد لله، يابت هاي المبادرة يابت نتائج رائعة الحمد لله، ومستمرين فيها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني رائد حمد، ياريت لو تكلمنا أيضا عن أهمية هذه المبادرة والتسهيلات اللي تقدمها للمواطنين وإسعاد المتعاملين، وأيضا تعزيز الأداء المؤسسي المتميز واستدامة العلاقة مع المجتمع. هاي المبادرة طال عمرك يعني تبين أول شيء أنه التكاتف الموجود بين وزارة الداخلية والمجتمع الإماراتي. نعم. يعني نحن إذا ما يحتاج أنت توصلنا كجمهور وككاستمر، نحن اللي راح نوصلك وين ما تكون، نحن. نعم. راح ننشر لك الثقافة، يعني يا فلان. جميل. نحن راح نوصل لك جوازك لحد بيتك، جدد من أي مكان وبيوصلك للمكان اللي أنت تريده. ما يحتاج يعني أنت الحين قاعد في بيتك تبى الجواز يوصلك للبيت، تجدد وتختار العنوان اللي أنت تباه، وين تبى يوصلك الجواز راح يوصلك. نبعد عنك التعب، نبعد عنك الكلفة، نريحك قدر المستطاع. وهذا إحنا ماشيين على موضوع 7 ستار. رائع جدا. هذا نعم، وبالتكلفة زهيدة جدا اللي هي 15 درهم، اللي هي عن طريق أمبوست. جميل جميل جدا فعلا. يعني هذا المبلغ لا يساوي التعب والدرب وأيضا حتى البترول وهو رايح مثلا للمركز والبارك يعني اللي بيدفعه. سهل جدا. نعم. صحيح. جزاكم الله خير. كلمة أخيرة حاب تختم فيها هذا اللقاء رائد؟ والله أتمنى دائما 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 تكونوا متواصلين ويانا في جميع المبادرات المتميزة، ومشكورين وجزاكم الله خير. واجبنا واجبنا. الله يحفظك. مشكور يا أخي. رائد حمد عبيد الهنداسي، رئيس قسم جوازات السفر في إدارة الجنسية في أبوظبي، شكرا لك على هذا اللقاء. حياكم الله. حياك الله. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا الحين وياكم إلى فقرة زايد الخير. مشاهدينا، حظيت المرأة الإماراتية في عهد زايد بكل ما كانت تطمح إليه من تقدير واحترام وحب ورعاية واهتمام وفرص للنجاح والتقدم وخدمات وعناية للنهوض بها. فعندما نتحدث عن المرأة في عهد زايد نتوقف بالإشارة إلى موقف سموه رحمه الله وطيب الله ثراه من المرأة عموما، فقد احترم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة المرأة أما وزوجة وأختا وبنتا وإنسانة، وأوصى بالاهتمام بها من واقع الشريعة الإسلامية ومن واقع المنطق.
كفل لها كل أشكال الرعاية والاهتمام فيها ومن خلال دستور الدولة، كما اتضح ذلك جليا وسجل التاريخ شواهده فيما تحقق للمرأة الإماراتية من تقدم وتطور وإنجاز في عهده رحمه الله. إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات سوف يظل واحدا من أبرز الفصول في السجل الناصع لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة. فما تحقق للمرأة وما استطاعت أن تحقق بدعم زايد اللامحدود ومن أيضا ما وفره لها من ركائز تشريعية واجتماعية كثيرة، فالمسافة واسعة بين ما كانت عليه المرأة قبل عصر زايد وما أصبحت تعيشه اليوم. ولعله من قبيل الحقيقة المجردة القول بأن ما تحقق لبنت الإمارات في مجتمعها الحديث يتطلب طبعا تحقيقه بالنسبة لقرينتها في مجتمعات أخرى سنوات عديدة من الجهات والصمود. لذلك سوف تظل مكانة المرأة الإماراتية المعاصرة وساما ضمن أو سمة إنجازات زايد طيب الله ثراه، هذا القائد الذي بدافع من ضميره وقناعته وقناعة ذاتية بادر بالإعلان عن توجهه والتصريح بما ينشده لبنت الإمارات. لقد حدد في ذلك المسار وصاغ من أجل ذلك المنهج ورفع اللواء وتقدم الركب وقاد المسيرة نحو ما يستوجب عمله من أجل الارتقاء بالمرأة، واستمر في مساندتها دائما، وطبعا يبارك لها على الدوام ثمار كل مرحلة وحصاد كل مجال تثبت فيه وجودها أو تبرهن منه على تميزها، مؤكدة بعطائها مدى بعد الرؤية. مشاهدينا، هذه هي عمق الثقة التي أسسها طبعا الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. دور المرأة الحقيقة في دولة الإمارات هو منتظر منها مثل ما قلت سابق، أنه منتظر منها مثل ما قام خواتم لهم في العالم العربي وأنجبا أعمال وقام بدور الحقيقة يفتخر فيه. فنحن كذلك منتظرين من سيادة ونساء دولة الأمارات أن لا يقل موقف عن موقف خواتم في العالم العربي. الحمد لله، أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات. الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. واليوم صارت جنة أحلام تسخر بفل وياسمينة، قام الوطن تخطيط وانضام زان وتزخرف وبهبهينا، دولة تطور عز واسلام وبين الأمم دولة بنينا، والشعب متهني بالأنعام ارتاح في هذه السنين. الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. شعب دولة الامارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف. الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. وهذه جهود اعوام واعوام
واسعى المجد له عنينا شامخ وفيه ترفنا علام ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا يلي عطانا إيمان والهام من فضله الضافي عطينا من فضله الضافي عطينا إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي. مشاهدينا، تحت رعاية معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي في فندق كونراد بدبي بمشاركة مجموعة من صناع القرار في الجهات الصحية والتنظيمية والمتخصصين في الرعاية الصحية وعدد من ممثلي شركات التأمين الصحية وشركات الأدوية والأوساط الطبية والأكاديمية بدول مجلس التعاون الخليجي. ومعنا عبر الهاتف سعادة الدكتور أمين حسن الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة وتراخيص. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. أهلا يا مرحبا، حياك الله، مساء النور والسرور، حياك الله. بداية، ما هي أهم المخرجات والوصايا التي تمت خلال هذا المنتدى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن لهذا المنتدى من أهمية كبيرة في دعم المنظومة الدوائية لدول المجلس التعاون الخليجي، وضمن أهم التوصيات التي صدرت في نهاية هذا المنتدى عبارة عن أهمية دعم دول المجلس التعاون الخليجي للصناعات الدوائية في دول المجلس والتركيز على إيجاد الشراكة الاستراتيجية بين الشركات العالمية المصنعة للدواء والمصانع الخليجية الوطنية والعمل على إنتاج الأدوية المبتكرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ثانيا التركيز على البحث العلمي وإجراء هذه البحوث العلمية على مستوى دول المجلس في مختلف أنواع الأمراض والعمل على إيجاد نوع من التنسيق مع المراكز البحثية العالمية خارج الدولة. ثالثا التركيز على إجراء الدراسات الكلينيكية للأدوية الحديثة والتي تم اكتشافها مؤخرا، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي تختص بالتسجيل السريع للأدوية والتي يتم اعتمادها من الهيئات الصحية العالمية لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات ودعم السياحة العلاجية في دول المنطقة. جميل. طيب، ماذا عن الأهداف أو أهداف المنتدى الاقتصاد الخليجي الدوائي التي خرجتم بها أيضا؟ من ضمن الأهداف عبارة عن إيجاد الحلول اللازمة في شأن التنسيق بما يختص بأنظمة التأمين الصحي. نعم. مع شركات التأمين والجهات الصحية المانحة للخدمات الصحية المانحة للخدمات الصحية، بالإضافة إلى حقيقة التركيز على النتائج الإيجابية التي خرجت عن الاجتماعات الخليجية لتوحيد التسعيرة الدوائية بين دول المجلس. كان هدف آخر بارك الله فيك هو الاستفادة من خبرات شركات الأدوية العالمية الموجودة والتي لها مكاتب إقليمية في دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها وتواجدها في دعم اقتصاديات الدواء. وكذلك كان الهدف التركيز على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي وكذلك دعم الصناعات الدوائية العالمية في الإمارات ودعم منظومة الاستيراد والتصدير، خاصة أن دولة الإمارات تعتبر هي الدولة التي لها المخازن اللوجستية للمخزون الدوائي للشركات العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جميل. دكتور، حدثنا عن أهم المشاركين في المنتدى. في هذا المنتدى كانت هنالك المشاركات من دول المجلس التعاون الخليجي كمسؤولين ومسؤولين ومعنيين عن القطاع الدوائي، وكذلك ممثلي الشركات العالمية الدوائية على مستوى العالم، وكذلك ممثلي الصناعات الوطنية بين دول المجلس التعاون الخليجي والصيادلة العاملين
في الشركات الدوائية بالإضافة إلى المسؤولين ضمن نطاق الحكومات والمعنيين بالتسجيل الدوائي في مختلف وزارات الصحة بين دول المجلس، لأن الأمر يختص بالتشريعات الصحية بما يختص الدواء والأنظمة للتسعير الدوائية، وكذلك الجوانب الأخرى كمشاركة ممثلي شركات التأمين العاملة في الدولة. نعم دكتور، هذا التواصل مع شركات الدوائية وأيضا شركات التأمين يعني والجلوس على طاولة واحدة، ما هو يعني ما هو المفيد في هذا الاجتماع برأيك، وما هو النقاش الذي تم خلال طبعا هذا المنتدى بين الطرفين؟ من ضمن الاستفادة التي جنيناها من هذا المنتدى عبارة عن إيجاد حلقة وصل بين شركات التأمين والمعنية بالتأمين الصحي والجهات الصحية المعنية بالحكومات كوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية في الدولة، وكذلك الجهات الصحية أو وزارات الصحة بين دول المجتمع الخليجي، والعمل على دراسة المعوقات الحالية الموجودة والعمل على يعني إيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الشركات العالمية الموجودة في الدولة بما يختص بالتسعيرة الدوائية، لأن التسعيرة لا شك أنها تؤثر ليس فقط على المريض وإنما تؤثر على المنظومة التأمينية للصحة. كلما زادت قيمة الأدوية كلما ارتفعت قيمة الوثيقة التأمينية على الفرد أو على الجهات المانحة لوثيقة التأمين لموظفيها. فكانت حوارات حقيقة مثمرة، وكانت الاستفادة بأن كل الأطراف المعنيين بالدواء والتسعير الدوائي والتسجيل والجهات التأمين كانوا على طاولة واحدة، وهذا التحول لا شك بأنه فاد الكل، وأصبحت هنالك نوع من الخطط المستقبلية التي من خلالها نستطيع أن نضلل أو أن نقوم بإيجاد الحلول للعوائق التي قد تترد أو تحصل مستقبلا بما يختص بالمنظومة الدوائية في أي دولة من دول المجتمع الخليجي. نعم دكتور، كلمة أخيرة حاب أنك تختم فيها هذا اللقاء. أول شيء أنا أشكركم على التواصل، وأنا أؤكد للمشاهدين الكرام بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم بدعم قيادتنا الرشيدة استطعنا أن نجعل الإمارات مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية للدواء وكذلك للشركات العالمية للدواء، والإمارات أصبحت ثاني أو إلى ثالث أو رابع أفضل دولة في العالم في مجال التسجيل الدوائي، وهذا المقصود فيه أن الدواء عندما يعتمد من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية تكون الإمارات ثانية وثالث دولة تسجل وتدرج هذه الأدوية ضمن نطاق الأدوية المستخدمة في الإمارات، وهذا يدعم المريض المحتاج لهذا الدواء المبتكر الجديد، ويدعم السياحة العلاجية، ويدعم كذلك المنظومة الدوائية والصحية في دولة الإمارات. والحمد لله يجب نحن كإماراتيين نكون فخورين بما وصلت إليه دولة الإمارات في هذا المجال والمجالات الأخرى. أكيد بجهودكم الكبيرة نحن فخورين جدا بكم وبهذه الإنجازات اللي تقومون فيها، طبعا اهتماما بموضوع الدواء وأيضا شركات التأمين وبما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام. شكرا لك سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخص، شكرا لك. شكرا لله، حياكم الله يا مرحبا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء نحن مستمرين وياكم، والحين بنروح للفقرة التالية وعظماء من التاريخ. مساء الخير مرة ثانية يا ليالي. مساء النور لك عن جديد ويعطيك ألف عافية علي. الله يعافيك. من الشخصية اليوم؟ هو من أعظم فلكيي العالم ومن عباقرة علمي الجبر والحساب، وقد قدم خدمات جليلة للعلوم الرياضية عبر تاريخ البشرية، ويعتبر علي من أنبق علماء العرب والمسلمين في العصر الذهبي الإسلامي. كما تعلم هذا العصر الذي توالت وتتابعت فيه الإنجازات العلمية على مختلف الأصعدة والمستويات، وتحديدا في مجال علم الفلك، هو عبد الله محمد بن جابر بن سينان الرقي الحراني الصبي المعروف بالبتاني. ما شاء الله. اليوم بنتعرف أيضا على شخصية جميلة ورائعة، بنتعرف على التفاصيل معك. بالتأكيد نتابع. شكرا لك. شكرا لك. مجددا أحييكم مشاهدينا الأعزاء وأهلا بكم إلى عظماء من التاريخ. بطليموس العرب
حكيم فلكي مهندس صاحب الزيج، إنه البتاني، هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني المعروف باسم البتاني المكنى بالرقي نسبة إلى الرقة، وهي بلدة تقع على الضفة الشمالية لنهر الفرات. ولد في بتان من نواحي حران، وهي مدينة قديمة في بلاد ما بين النهرين، واقعة على أحد روافد نهر الفرات. تاريخ ولادته غير معروف بدقة، إلا أنه يرجح أنه ولد عام 244 للهجرة، وأجمع المؤرخون على أن تاريخ وفاته كان عام 317 للهجرة قرب مدينة الموصل في العراق. يعد البتاني من أهم علماء الفلك عند العرب، فقد نذر حياته لرصد الأفلاك، درس على يد والده جابر البتاني الذي كان أيضا بدوره عالما مشهورا، ثم انتقل إلى الرقة حيث انكب على دراسة مؤلفات من سبقوه، وخاصة مؤلفات كلوديوس بطليموس عالم الفلك الإغريقي، ثم انتقل إلى ميدان البحث في علم المثلثات والجبر والهندسة والجغرافيا، متنقلا بين الرقة وأنطاكيا في سوريا، حيث أنشأ مرصدا يحمل اسمه وهو مرصد البتاني. وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أن البتاني يعد أحد أبرز الملمين برصد الكواكب والمتقدمين في علم الهندسة وهيئة الأفلاك وحساب النجوم، كما يجمع علماء الإفرنج على أن البتاني كان في علمه أسمى مكانة من الفلكي الإغريقي بطليموس، وقيل إن البتاني من الفلكيين العشرين الأئمة في العالم كله. كان له العديد من النظريات المهمة في ميدان الفلك، كما كان له النظريات في علمي الجبر وحساب المثلثات، واشتهر برصد الكواكب وأجرام السماء. وعلى الرغم من عدم توافر الآلات الدقيقة آنذاك، فقد تمكن البتاني من جمع أرصاد ما زالت محل إعجاب العلماء وتقديرهم حتى يومنا هذا. خلف البتاني عدة مؤلفات في علوم الفلك والجغرافيا، وله جداوله الفلكية المشهورة التي تعتبر من أدق الزيج التي وصلتنا من العصور الوسطى، والتي جمعها في كتاب يضم أكثر من 60 موضوعاً. عرف البتاني قانون تناسب الجيوب، وهو معادلة تربط بين أطوال أضلاع المثلث بجيوب زواياها الداخلية، كما أدخل مصطلح جيب التمام، وهي المثلثات التي ليست لها زاوية قائمة، واستخدم الخطوط المماسة للأقواس، واستعان بها في حساب الأرباع الشمسية، وأطلق عليها اسم الظل الممدود الذي يعرف باسم خط التماس. وتمكن البتاني من إيجاد الحل الرياضي السليم للكثير من المسائل، مثل تعيين قيم الزوايا بطرق جبرية. ومن أهم منجزاته الفلكية أنه أصلح قيم الاعتدالين الصيفي والشتوي، وعين قيمة ميل فلك البروج على فلك معدل النهار، ومنطقة البروج مشاهدينا هي منطقة في السماء حول مسار الشمس، ووجد أنه يساوي 23 درجة و35 دقيقة، بيد أن القيمة الدقيقة المعروفة اليوم هي 23 درجة. وقاس البتاني طول السنة الشمسية، لكنه أخطأ في مقياسها بمقدار 2:22 ثانية فقط، كما رصد حالات عديدة من كسوف الشمس وخسوف القمر،
ومن إسهامات البتاني أيضا في علم الفلك اكتشافه السمت والنظير وتحديد نقطتيهما في السماء، كما أنه حدد وبدقة ميل الدائرة الكسوفية وطول السنة المدارية والفصول والمدار الحقيقي والمتوسط للشمس، وله أرصاد دقيقة للكسوف والخسوف اعتمد عليها الغربيون في تحديد تسارع حركة القمر في حركته خلال قرن من الزمن. للبتاني العديد من المؤلفات، من أهمها كتاب زيج الصبي والذي ترجم إلى عدة لغات، وكتاب معرفة مطالع البروج، وكتاب شرح المقالات الأربع لبطليموس. لقد مثل البتاني مشاهدينا صورة حية لإبداع العرب وعلمائهم الذين شكلوا نهضة في تاريخ البحوث العلمية. إذن علي، قد مررنا على عبارة الزيج خلال السرد، وأود أن أوضح للمشاهدين الكرام أن الزيج هو الكتاب الذي توضع فيه الجداول الفلكية والذي نستطيع من خلاله دراسة سير النجوم التي نستخدمها للتقويم السنوي. صراحة أنا شاكر لك على طرح هذه الشخصية العظيمة والجميلة. أنا أول مرة أقرأ عن أو أسمع منك طبعا عن هذه الشخصية اللي لها إسهامات كبيرة بالفعل في الفلك. أود أن أشير إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية نازا كانت قد أطلقت اسم العالم الفلكي العربي الإسلامي البتاني على فوهة من فوهات القمر، نظرا وتكريما لإسهاماته الجليلة في هذا المجال. جميل جدا، نفخر أكيد بذلك. شكرا لك ليالي. شكرا على لك. هذه الفقرة الجميلة. شكرا مشاهدينا الاعزاء، نحن مستمرين وياكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل بعدها راجعين، خليكم معنا. مطلع الشباب، حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامجنا 7 على 7، والحين وصلنا وياكم الى فقره اكيد جميله والى عن قرب. مشاهدينا، أطلقت مؤسسة إدارة المخالفات في رأس الخيمة برنامجا مبتكرا لإعادة التدوير تحت عنوان إماراتي بيتي، لتغيير طريقة إدارة المخالفات التي يتبعها أفراد المجتمع في رأس الخيمة. ولمعرفة هذه التفاصيل يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ سعادة أحمد حمد الشحي، مستشار دائرة الخدمات العامة في مؤسسة إدارة المخالفات برأس الخيمة. أهلا وسهلا فيك معنا. حياك الله. حياك الله، سهلا كريم. أحب فيكم ومشكورين على هاي الاستضافة. واجبنا بالعكس، الله يحفظك، حياك الله معنا. بداية، ما أهمية تطبيق أسلوب هذه المبادرة، أسلوب تقريب يعني هذه المبادرة التي أطلقتموها في رأس الخيمة، وما هي أيضا الأهداف التي تريدون الوصول إليها؟ طبعا مثل ما تعرف اسلوب الحياه المستدامه حاليا هو توجه الحكومه الرشيده، واحنا في اماره راس الخيمه وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الاماره الله يحفظه، بحيث ان تكون رؤيه اماره راس الخيمه من الامارات السباقه في نظام تدوير المخلفات، وبالتالي الحفاظ على البيئه والحفاظ على مجتمع وتكوين مجتمع واعي بالجانب تدوير المخلفات، وواعي وهذا يؤثر يشكل نوع من الوعي البيئي، وبالتالي مجتمع آمن بيئيا نقدر نقول. نعم. بالتالي هذا يحقق رؤية حكومتنا الرشيدة وتحقيق الأجندة الوطنية لعام اللي هي أجندة 2021. نعم، جميل. طبعا المبادرة جاءت تحت اسم إماراتي بيتي، لماذا تم اختيار هذا الاسم؟ الواحد احنا نقول الامارات كلها بيتنا. جميل. فالواحد يحافظ على نظافة بيته، يعني الشخص المثالي يحافظ على نظافة بيته، فاحنا نعتبر الامارات بيتنا. نعتبر الامارات بيتنا، فالمجتمع الجمهور يعني يصعب عليه انه يكون يوسخ بيته، وبالتالي فإحنا نحافظ على الإمارات مثل ما نحافظ على بيوتنا. جميل. فمن هذا المنطلق جاءت
هاي التسمية، وهاي جاءت عن طريق اللي هي مؤسسة إدارة المخلفات اللي هي تتبع إلى دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة. نعم. أستاذ أحمد، هناك أكيد جهات شاركت معكم في خلال هذه المبادرة، يريد لو نتحدث عنها. طبعا أخي علي، المشاركة المجتمعية في هالأمور واجب، تبدأ من البيوت طبعا، سكان وقاطني إمارة رأس الخيمة، المؤسسات الحكومية، المدارس طبعا هاي كلها، والمستشفيات، هاي كلها تساهم معنا بحيث أن ننمي الوعي البيئي ونرسخ ثقافة تدوير النفايات. تدوير النفايات يساهم في تقليل التكاليف، يساهم في أن خلق بيئة آمنة من حيث الصحة، من حيث النظافة، وبالتالي ارتقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يشكل دعم لنا إحنا في دائرة الخدمات للحصول على والوصول إلى الهدف الاستراتيجي. نعم. اللي على أساسه تقوم الدائرة بتوفير هذه الخدمة. شو هي المناطق اللي شملت هالحملة؟ في الفترة هاي بدينا في منطقة الرمس، منطقة الضيت، والمناطق الجنوبية، والحمد لله يعني لاقينا استحسان من الجمهور وفي تعاون، ونشكر الجمهور على هذا التعاون طبعا. وفي الفترة اللي قادمة إن شاء الله بنحاول نغطي معظم إمارات رأس الخيمة. جميل جميل. أيضا أستاذ أحمد، كيف ممكن تعززون جانب التطوع في أبناء الإمارة؟ هل هناك كانت لكم حملات أو مبادرات تجاه هذا الموضوع؟ طبعا في هالجانب بدينا في المدارس. يعني المدارس هي النواة اللي نقدر إن إحنا نوصل ونبني فيها ثقافة. نعم. ثقافة الوعي البيئي، ثقافة تدوير المخلفات. طبعا هناك حملات تقوم فيها دائرة الخدمات العامة ممثلة في مؤسسة إدارة المخلفات بالمرور على هذه المدارس، توعية الطلاب، توعية الطلاب بالسلوكيات الإيجابية للتخلص من النفايات، وتوعية الطلاب أيضا بآلية تدوير المخلفات، وبالتالي تعم الثقافة على المجتمع. نعم. شو هي ايضا خطتكم؟ يعني انتم اخترتوا الان بعض المناطق في الامارات، هل هناك خطه ايضا لتوسعه الرقعه الجغرافيه عشان تغطيها هذه الحمله؟ اكيد هناك توسعه ضمن خطه زمنيه موضوعه. سيتم استخدام طبعا ما لنا غنى عن وسائل الاعلام، سواء كانت مرئيه او مقروءه او مسموعه، بالاضافه الى وسائل التواصل الاجتماعي. حاليا سنقوم بادخال التكثيف حملاتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ايضا بنركز على ايصال المعلومه بعده لغات، اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، حتى باللغه الاردو، بناء على المجتمع المتواجد في اماره راس الخيمه. نعم. استاذ احمد، انت تعرف يعني ايضا ما شاء الله اماره راس الخيمه هي مقصد سياحي، أغلب السياح سواء من الإمارات أو من خارج الإمارات يقصدون بالذات جبل جيس، فما هو دور الدائرة، دائرة الخدمات العامة، من جانب يعني التنوير الثقافي أو تثقيف عفوا المجتمع أو السياح تجاه هذا الموضوع أيضا؟ لا يخفى عليك، إمارة رأس الخيمة حاليا تعتبر من الإمارات الحمد لله مقصد سياحي للزوار، خاصة تميز بجبل جيس. أنا دائما أقول أن جبل إمارة رأس الخيمة مقترنة بجبل جيس. نقوم حاليا نحن في دائرة الخدمات العامة وبتوجيهات سعادة المهندس أحمد محمد الحمادي بحملة توعية لمرتادي جبل جيس. جبل جيس له طبيعة جميلة، طبيعة يعني مختلفة عن الأجواء المعهودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك المحافظة على هالطبيعة واجب وطني، واجب على جميع القاطنين، سواء كانوا من الزوار، سواء المواطنين، سواء من السياح، على أن يحافظوا على نظافة الجبل. طبيعة الجبل تفرض علينا أن احنا نكون شوي صارمين في جانب إعطاء المخالفات. صح. بحيث أن المكان مرتفع، صعوبة الوصول إليه يعني من خلال وسائل
التخلص من النفايات الموجودة عندنا. نقوم حاليا بحملة بإعطاء الكتيبات، إعطاء الأكياس البلاستيكية للتخلص من النفايات. من أول ما يطلع الواحد الجبل بيحصل نقطة تمركز لدوريات راقب، بحيث أني مفتشي راقب اللي فوق الجبل موجودين، إذا خالفوك خلاص أنت عندك علم أن هني ممنوع رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها. جميل. حتى هاي الكتيبات أيضا موضح فيها بالصور، موضح فيها باللغة العربية والإنجليزية والأردو. وبالتالي إحنا نناشد الجمهور التعاون معنا للمحافظة على الجبل. الجبل هذا حتى مثل ما قلنا إحنا دولة الإمارات نعتبرها بيتنا، الواحد يحافظ، حتى الجبل يعتبره بيتك وحافظ عليه. صحيح. حيث أنه تترك المجال لغيرك أنه يستمتع في الأجواء هاي، يستمتع بالمكان الجميل. فنتمنى من الجميع التعاون معنا في هذا الموضوع، أيضا التعاون من خلال التواصل على الرقم المجاني لخدمة راقب اللي هو 800-8118. في حال وجود أي اقتراح، أي شكوى، إحنا جاهزين، وبالأخص إحنا يعني بدون المجتمع صح ما نقدر نسوي شيء. لازم يكون تكاثف من خلال الدوائر الحكومية مع المجتمع وبالتالي والأفراد، وبالتالي لإظهار دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب إيجابي الحمد لله، وجانب أن إحنا كمجتمع نحافظ على بيئتنا. نعم. وهذا يؤدي إلى الاستدامة أكيد بإذن الله تعالى. وجهودكم مشكورة بصراحة، تقومون بدور كبير وجبار، جزاكم الله خير. هناك وسائل أيضا كثيرة ممكن تقدرون توصلون من خلالها إلى توعية الجمهور. اليوم السوشيال ميديا صار مؤثر جدا، وأيضا إلى جانب أكيد الإعلام بشكل عام. شو سويتوا في هذا الخصوص؟ طبعا مثل ما قلت لك أخوي علي، إحنا لا غلنا عنا للإعلام. يعني إحنا بدون الإعلام ما نقدر نوصل شو الخدمات اللي عندنا، ما نقدر نوصل صوتنا. السوشيال ميديا تعرف اليوم صار مؤثر بطريقة مباشرة. أيوة. على السوشيال ميديا الحمد لله عندنا مثلا موقع على الانستغرام، عندنا موقع في تويتر، عندنا خدمة الواتساب الحمد لله يعني شغالة بشكل جميل. الناس تتعاون معنا بهذا الموضوع، بالإضافة إلى إخواننا اللي هم مشهورين بالسوشيال ميديا الحمد لله متعاونين معنا. أكيد يتعاونوا معنا، بالأخير هاي خدمة وطنية يعني. صحيح. فنشكرهم على وشكر وسائل الإعلام أكيد. نعم. على الموضوع والمساهمة. وبالتالي مثل ما قلت لك أخوي، هو الهدف واحد، المحافظة على بيئة نظيفة وبالتالي مجتمع صحي وآمن. الله يديم الأمن والأمان والصحة والعافية والنظافة والرقي في أكيد دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا كافة الدول العربية. نحن شاكرين لك هذا اللقاء. كلمة أخيرة حاب تختم في هذا اللقاء. أول شيء أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة، وأتمنى من الجمهور أن التعاون معنا خاصة في مجال أن التخلص من النفايات. نعم. إحنا يعني في دائرة الخدمات العامة قمنا بحملات، قمنا بتوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل سواء كانت أيضا مرئية ومسموعة. نعم. وبالتالي ما حد يلومنا يوم نعطي مخالفات. نعم. إحنا هدفنا توعوي. صحيح. هدف الدائرة توعوي وتثقيفي، وبالتالي يعني أنا يوم أعطيك مخالفة أعرف أنك أنت قمت بسلوك خاطئ. صحيح. وانتم ايضا بريتوا ذمتكم ووعيتوا الناس يعني. أكيد. عبر كل الوسائل الاعلاميه سواء من خلال السوشيال ميديا او من خلال التلفزيونات والاذاعات والجرائد. نحن شاكرين لك هذا اللقاء سعادة احمد حمد الشحي، مستشار دائره الخدمات العامه في راس الخيمه. شكرا لك. شكرا شكرا، يعطيك العافيه. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا وياكم الان لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى ان قدمنا حلقه جميله ومفيده وممتعه. نلقاكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد. خلكم على موعد الساعة 7 من الإمارات 7. في أمان الله ورعايته.